هذه قرية أم زيد الزراعية جنوب دارفور. عشرات الآلاف من المنازل والآبار والحقول الزراعية تضررت خلال الأشهر الماضية بسبب أسوأ فيضانات منذ سنوات. طلعنا من الماء وجينا عسل، أنا أصبحنا يعني أحوال ما تشوف أنتوا بعيونكم. أنا ما في معوية، أهو الكرانك التعبانة دي، حتى المشمعات ما موجودة كويس، أهو كله شغل البلد يعني. الفيضانات التي طالت هذه القرية ضرت أيضا بالبنية التحتية الأساسية، مما زاد من مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا. الله يعوضنا الوقع، عن تحردم كلها اتكسرت، وهو العفش دي حاجة ما عندنا، كلها متضررة، عيشنا دنيا الموية اللي شالتها، وجيراني لاسي حاليا كلها عوضها دي كلها وقعت اتكسرت تهردمت، شيء منا ما طلب. ويا هو المويه دي سي قاعدين فيها حاليا في عوضنا دي، ناسي انا عوضتنا دي مع البرنده دي كلنا نشققني، هو قاعدين فوق سرايرنا دي كلها لجنت، واسي عندنا الباغات والحاجات دي وحدات دي مشت، قالوا هادي عادين. الموسم الحالي للامطار مختلف من كل السنوات، يعني حتى نحن بعض جدودنا يتكلموا انه من الثمانينات ما حصل انه امطار حصلت الا في العام 2022، حتى نحن الموجودين على مستوى ولايه جنوب دارفور كلنا انه الموسم أول فصل الخريف فوق المعدل الموجود السي حاليا. اللجنة الدولية للصليب الأحمر سجلت خلال العام الماضي زيادة بنسبة 187% في أسعار المواد الغذائية الأساسية في المناطق المتضررة من النزاع في السودان حيث تعمل. وجرفت البير والبير انهدت وقطعت المواسير كلها، المتغذية شمال والمتغذية جنوب والمتغذية غرب، الموزع كله اتقطع، ديك الماسورة الوحدة. أكثر من 150 ألف شخص تضرروا من الفيضانات على مستوى البلاد هذا العام بحسب الأمم المتحدة، وهو ضعف العدد في نفس المرحلة من موسم الأمطار العام الماضي.